شوف انا مؤمن ان انت ما دخلت الفيديو الا وتكون احد الشخصين، يا انك من محبين وعشاق لعبة دوم وتبي تعرف عن لعبتك اكثر، او انك واحد ما تعرف عنها شيء وتبى تشوف هل اللعبة تناسبك او لا. اما اذا كنت شخص داخل الفيديو بالغلط، قبل لا تطلع لا تنسى اللايك والفولو والسبسكرايب. Hunting them at the far reaches of the earth and beyond. And with him lies our salvation. There is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance. السلام عليكم، معكم علاوي أو بناصر من فريق جيمز ماسترز. في هذه المراجعة راح أقدم لكم لعبة دوم إترنال. لعبة دوم إترنال صدرت تاريخ 20/3 على الأكس بوكس والبي سي والبلاي ستيشن. قبل لا نخوض المغامرة في مراجعتنا هذه للعبة دوم إترنال، راح أشرح لك وأعطيك نبذة بسيطة عن دوم إترنال أو العذاب الأبدي. هي لعبة أكشن فيرست بيرسون شوتر شوت هيم أب، وهذا الجزء هو تكملة للقصة وبداية السلسلة تعود إلى عام 1993. إذا حاب تلعب أجزاء اللي قبل في كوليكشن صدر قبل كم شهر باسم دوم سلاير، راح تحصله متوفر في جميع الأماكن. ونبدأ بالقصة اللي ما لهمها داعي والقليل اللي مهتم فيها، لأن لعبة دوم أساسها وشهرتها أصلاً بالجيمبلي الممتع والقوي الذي يتطلب منك التركيز والتخطيط في بعض الأحيان. وعلى العموم قصة اللعبة هي بعد أحداث الجزء السابق، أن الشياطين تشن هجوم على كوكب الأرض. مهمتك أنت يا قاتل الشياطين يا رامبو زمانك أنك تنقذ الكوكب منهم، وهذه باختصار وإيجاز يعني مثل ما يقولون عن قصة هذا الجزء. صدقني يوم أقول لك القتال مع الوحوش أو ضدهم في هذا الجزء أو البوسس مثل ما يقولون جدا ممتع صراحة، والقتال ضدهم له نكهة خاصة يخليك تركز وتلعب وانت مستانس، مع انك تموت وايد لكن وانت مستانس على الأقل من الجيم بلاي الرهيب اللي راح تشوفه ان شاء الله. في هذا الجزء صار في أكثر تنوع من ناحية العوالم والوحوش. في هذا الجزء راح تشوف نفسك مرة بين الثلوج، مرة وسط الجحيم والنيران، مرة في قصور في أماكن مسكرة، يعني وفي أشياء وايد، حتى التصميم صار أريح للعين وأحلى. تبي تعرف من الأشياء اللي تميز لعبة دوم عن باقي الألعاب؟ هي الموسيقى أو الساوند تراك والمؤثرات والإفكتس في هذه اللعبة راح تشوفها غير. يعني كل ما تدخل في قتال ويا كثر ما تدخل القتالات راح تشوف موسيقى غير، موسيقى صاخبة تخليك انت دوم في استعداد، تبى تحارب تبى تضرب هذا تلف هذا، دوم انت في حركة يمين يسار يمين يسار وبين الأسلحة. يا اخي والله ان الجزء رهيب. طبعا لا ننسى ان اللعبة فيها ألغاز بسيطة وأماكن سرية ممتعة تخليك تحب الاستكشاف والبحث والدور في الخريطة، يعني ممكن انت يا تروح سيدة دايركت للمهمة او انك تلفلف شوية في الخريطة وتحصل لك اشياء حلوة مكافآت تستمتع فيها. ومن الاشياء اللي زادوها في هذا الجزء عن الاجزاء السابقه، اول شيء انت لازم تعرف ان لعبه دوم من افضل العاب الاكشن والسرعه واللعب والجيم بلاي السريع اللي يخليك دوم انت في حركه. الحين صار السلاح بروحه يسوي ريلود بدون
اي شيء بدون ما تضغط انت تسوي ريلود او اي شيء. في تنوع في القتال، مثلا اذا كنت محتاج رصاص تضرب بالمنشار، اول لا كنت تقطع على كيفك انت وعنت حظك يعني ممكن يطلع لك، الحين لا الحين عندك منشار راح يطلع لك رصاص. اما اذا محتاج حياه مثل حياه تقص العدو بايدك وتكون الحياه عندك ان شاء الله. وفي شيء جديد سووه عشان يطلع لك مثل الدرع الاخضر هذا، تضغط في شيء تضغطه يطلع لك الدرع. يعني شوف جزأوا كل شيء على حسب، الحين صار في تخطيط اكثر، انت يعني مو بتلعب على الله كذي، لا الحين صار شوي في تخطيط اكثر للعبه، وبالعكس اللعبه صارت احلى وصارت اسرع شوي من ناحيه الجيم بلاي. وايضا عند قتال الاعداء صار يبين الضرب عليهم، يعني لو دمجته في ايده او صدره او اي مكان راح تشوف ان الاجزاء شوي قامت تتقطع من اول، كان لا اول خلاص كذا وعلى طول، الحين لا صار يبين عليه ان الضرب وحصل ضرب منك انت، صار متى اكثر طبعا وعطاك جرعه من الحماس. ولا ننسى تطوير الاسلحه صار اعمق عن الاجزاء السابقه، الحين كل سلاح له قوه خاصه تروم تسوي له ابجريد بانك تخلص انت تحديات السلاح نفسه. وعلى طار التحديات الحين صار فيه تحديات يومية واسبوعية وحتى شهرية، بالاضافة الى وجود باتل باس تقريبا، لكن كل ما تتقدم في الليفل راح يعطيك مكافآت مثل سكنات وغيرها من الجوائز الخايسة. من الاشياء الجديدة الرهيبة اللي في لعبة دوم اتيرنال هي في شيء جديد سووه اللي هو امباورد ديمون، وهو الوحش يعني يكون وايد قوي يدخل عليك في طور القصة ويخرب عليك، بس لازم تكون انت متصل بالانترنت. ما اعرف في البعض يقول ان هذا الامباورد ديمون هو ناس من الاونلاين يدخلون عليك ويخربون عليك، لكن انا لعبت اللعبة تقريبا مال 5 ايام ما صادفني ان في حد دخل علي او سوالي كذي. وفي هذا الخيار تروم تسكرة من الخيارات عندك في الاوبشن، يعني تقريبا هي مثل فكرة دارك سولز ان يروم يدخلون عليك او لا، بس انا حبيت اضيف هذا الشيء كمعلومة لك. ايضا لمحبي الصعوبة ترى دوم معروفة بصعوبتها الشديدة، فهناك اكثر من 5 درجات صعوبة في اللعبة، يعني وايد صعبة اذا حطيت الترا ما ادري شو اسمه هذا وايد صعبة. فأهم انك انت تروم تغير وتنتقل ما بين الصعوبات اي وقت. اما عن طور الاونلاين تحت مسمى باتل مود كان بالنسبة لي انا اضعف شيء في هذه اللعبة، وتحسه ما في عدل، وفكرته انك تختار يا تلعب شخصية السلاير او احد الوحوش، واذا اخترت تلعب بالسلاير راح يكون ضدك الوحوش زائد 2 منهم ناس حقيقيين يلعبون بشخصيات الوحوش، وغيرهم في الماب بعد متواجدين الوحوش يطاردونك ويخربون عليك، فما بتقدر تركز على الاعداء. وغيره اذا كنت تقاتل احد الاعداء الاونلاين وعندك ثواني، اذا قتلته يعني عندك ثواني لازم تقتل العدو الاخر او الثاني، ولا راح يرسم ان اللي ذبحته اول واحد وينتهي الجيم على طول اول ما انت تموت. هذه تجربتي البسيطة لطور الاونلاين، راح احط لكم الجيم بلاي وشوفوا كيف انه عاهة وتعب ويعور الراس. بالنسبة لي من ابرز سلبيات اللعبة اللي هو البوس فايت، البوس فايت تحسهم شوية في اللعبة كأنهم مزططين عليك، يعني لو كان في شوية زيادة في البوس فايت على الأقل 2 أو 3 راح تكون اللعبة ممتازة من هذه الناحية. في البداية كنت أقول أن الأسلحة سلبية من سلبيات اللعبة اللي هو ما في تنوع عن الجزء السابق، لكن اكتشفت بعد قراءة وتفكير وهذا أن خلاص أن الشركة ما راح تطور الأسلحة، لأن من سنة 93 الحين نفس الأسلحة ونفس الأسلحة في كل أجزاء دوم، لكن راح يضيفون عليها أشياء يطورون فيها أشياء بسيطة، لكن تبقى الفكرة أن نفس السلاح ما يتغير، يضيفوا لك إذا فيه يضيفوا لك سلاح واحد زيادة وشي تحسه بالغلط شي ضايفي لك اياه. من ابرز سلبيات لعبة دوم ككل يعني كاجزاء هذا القصة والبطل، في اجزاء دوم بشكل عام اصلا القليل مما يلتفت للقصة او البطل نفسه، بالاساس ان اللعبة اصلا مش مهتمة في هذا الشيء. وحبيبنا البطل طبعا ما له اسم، احنا نعرفه باسم دوم سلاير، لا تتوقع الكثير من القصة، انك راح تستمتع بالمقابل بجيم بلاي خرافي ورهيب وجميل ورائع وفنان وفانتاستيك. اتمنى بعد هذه المراجعة انك انت تراجع نفسك، سواء كنت من محبين القتال او جديد في عالم الالعاب شوف الجيم بلاي، اذا عيبك عطها فرصة اللعبة وجربها. اما اذا كنت من محبين الارقام فتقييمي الشخصي للعبة دوم سلاير هو 9/10. من اجمل تجارب القتال والمتعة هي لعبة دوم او اجزاء دوم. شكرا لانك انت وصلت لنهاية الفيديو، وشكرا لشركة باثيسدا على هذه التحفة الفنية والرائعة والتجربة الممتازة، والسلام خير ختام.